السلام عليكم يا وليده، غادي نعملوا طاجين كفته بالفلفله الحمراء. اذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم، عملوا اشتراك، شغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات بمجرد ما ننزلوها. غتكون بحاجتنا الكفته بطبيعه الحال اللي هي العنصر الاساسي في هذا الطاجين. المقادير حسب افراد الاسره. هنا واحد الكميه تاع 300 غرام تاع الكفته، نص بصله، معلقه كبيره تاع الربيع مقرط، واحد ثلاثه سنينات تاع الثومه، جوج مطيشات اللي مقشرين ومقطعين بزريعه تاعتهم، جوج تاع الفلفلات حمرين مقطعين، نص بصله مشلضه، والتوابل كيف تشوفوا قسمتهم على جوج. كاين التوابل اللي غنديرهم مع الكفته، وكاين التوابل اللي غنديرهم مع لاصوص. التوابل نفس التوابل، عندي تحميره، سكينجبير، خرقوم عواد، شويه الملح حسب الذوق، شويه الكمون، البزار، وشويه تاع القرفه. هنا اللي غندير مع لاصوص نفس التوابل اللي ذكرت، غنزيد معاهم واحد معلقه صغيره تاع مطيشات الحب، وبطبيعه الحال شويه تاع زيت المائده وشويه تاع زيت العود. في واحد الطاجين نديرو ثومه، نديرو شويه تاع زيت الزيتون مع شويه تاع زيت المائده باش ما تحرقش لينا زيت الزيتون. و نشعلو النار مهيله باش في نفس الوقت ما تحرقش لينا زيت الزيتون او الزيتون، نخليه يسخن. واحد الخلشه نديرها نقيه، ندير الكفته، نزيد معها البصله والربيع، هاد البصله راه حنا محكو حاكينها، نزيد معها التوابل اللي ذكرت. نخلط مزيان باش تدخل هاد التوابل وهاد البصيله وهاد الربيع يدخلو مزيان في الكفته. بعد ما تندمج لينا العناصر مزيان، غادي نكورو، نجهدو دابا على النار، نكورو الكفته تاعتنا في هاد الزويته. ما غاديش نطيبوها، غادي غير تشم شويه النار ونحيدوها، غير تشمع. من بعد تنبقاو نقلبو في هاد الكويرات باش يتشمعو من كل الجوانب. هاد الطريقة ضرورية للكفتة وضرورية حتى للحم، يتقلى في الأول حيت تخليه يحتفظ بجميع الفيتامينات في قلب منه، ما تضيعوش الفيتامينات تاع اللحم في المريق. نستمرو بحال هكا واحد 3 دقايق وحنا تنقلبو في الكويرات. كيف تشوفوا معايا الكفته تطلق المريقه تاعتها. من بعد غادي نهز هذه الكفته نهز الكويرات نديرهم في الطبسيل بدون مرق. بعد ما نهزو الكويرات اللي تقلاو لينا، نديرو في هاد المرق تاعها البصله، نص بصله تشحر، والفلفله،
نتسناو عليهم حتى يدبال. من بعد تنزيدو المطيشه وتنزيدو التوابل مع مركز الطماطم، نخلطو مزيان ونخليوها نقص طياب. غير العناصر نقص طياب. نشوفو مطيشة طلقت لينا الماء مزيان وبدات تذوب، نزيدو الكفتة. نقصو عليها النار ونخليوها تكمل طياب. طاجين الكفتة والفلفلة ها هو وجد. نطفيو عليه، تنزينو بشوية تاع المعدنوس. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى.